اهلا بحضراتكم. طيب النهارده الحقيقه كان التصويت على اختيار قائمه المهندس هاني ابو ريده لاداره وقياده الاتحاد المصري لكره القدم الفتره المقبله. قائمه المهندس هاني ابو ريده بتضم رئيسا وخالد درندلي نائبا بقى مع حفظ الالقاب للجميع، واحمد حلمي الشريف، محمد الشربيني، مصطفى ابو زهره، طارق ابو العينين، وليد عبد الجواد، محمد ابو حسين، واناس مظهر. دي القائمة اللي هتقود اتحاد الكرة بدءا من اليوم، هي اللجنة الأولمبية بتصدق غدا أو بعد غد على هذا الاختيار، ثم يدعو المهندس هاني أبو ريدة إلى أول اجتماع ويقول لنا قصة هتبقى عاملة إزاي. من أهم الحاجات النهاردة أنه الجمعية العمومية رفضت طلب انضمام 61 نادي جديد إلى عضويتها لأنهم ما تجاوزوا يعني لم يكونوا مطابقين للمعايير. اعتمدوا الميزانية السنوية لاتحاد الكورة، وافقوا على عقد جمعية عمومية في شهر مارس لتعديل بعض بنود اللائحة. معرفش لائحة ايه اللي هتتعدل، ما نلحقش نعدل يعني. ادي السادة الافاضل، ده طارق ابو العينين، ايناس مظهر، وليد عبد الجواد، محمد ابو حسين، طبعا مهندس هاني ابو ريده، احمد حلمي الشريف، خالد الدرندلي، مصطفى ابو زهره، دول اللي متواجدين في الصوره. مش شايف محمد الشربيني وكان عنده مشكله كده في رجله، يا رب يكون بقى بالسلامه ان شاء الله. اللي على شمال المهندس هاني ده الاستاذ احمد حلمي الشريف، ثم خالد درندلي، ثم مصطفى ابو زهره، ثم طارق ابو العينين، ثم ايناس مظهر، ثم وليد عبد الجواد ومحمد ابو حسين. فعلا غاب محمد الشربيني او حماده الشربيني بسبب كان عنده اصابه في رجله، ان شاء الله يقوم بالسلامه. ودي يعني الاداره الجديده للكره المصريه اللي بنامل ونتامل وان شاء الله بنتعشم انه يقدموا كل ما هو مطلوب منهم لصالح كره القدم المصريه. المهندس هاني ابو ريده عمل ريمونتادا بلغه كره القدم، يعني 2019 بيرحل مجلسه ايا كانت طريقه الرحيل، لكنه رحل عقب الخروج من بطوله الامم الافريقيه اللي كنا بننظمها في مصر، وعاد منفردا. يعني المجلس كله خرج وعاد المهندس هاني ابو ريده منفردا كرئيسا للاتحاد. مش مهم، المهم انه رجع، والمهم انه عليه الحقيقه اعباء كتيره جدا، ويعني احلام كتيره جدا ناس بتنتظرها من مجلس اداره برئاسه المهندس هاني ابو ريده. معرفش في جمعيه عموميه في شهر مارس عشان تعديل بعض بنود اللائحه، مع ان اللائحه دي اعتقد انها جديده. هاني ابو ريده شكر جميع اعضاء الجمعيه العموميه وعدهم بالعمل مع مجلس الاداره الجديد على تطوير الكره المصريه وعودتها للرياده. قال الظروف صعبه، المهمه تقيله، قدامنا عمل كبير عشان التطوير، مش هنبخل باي جهد. قال باب اتحاد الكره مفتوح امام الجميع من اجل مصلحه الكره المصريه، وهنحاول نعالج السلبيات. مصطفى ابو زهره قال بدانا العمل بالفعل في عدد من الملفات وفقا لرؤيه مجموعه العمل، أعدت الهيكلة الإدارية داخل الاتحاد، صياغة علاقتنا بالفيفا والكاف في وجود قامة مثل المهندس هاني أبو ريده، قال هنطور ملف التحكيم، تطوير المسابقات المحلية، مسابقات الناشئين، اكتشاف وتطوير المواهب طبقا لرؤية واضحة، العدالة بين جميع الأندية ومساعدتها وتفعيل دور اللجان المستقلة، أساس نجاح الاتحاد. طارق أبو العينين قال هنعمل في المجلس على الاستفاده من كل الموارد والفرص المتاحه واستغلالها في تطوير كل النواحي الخاصه بالكره المصريه. قال عندنا كتير من الخطط والافكار الاستثماريه اللي هنطبقها داخل الجبلايه خلال المرحله المقبله من اجل تطوير الاتحاد لخدمه كافه عناصر اللعبه في مصر. لكن عموما عندنا تقرير من داخل الجمعيه العموميه نشوف احلامهم طموحاتهم، قالوا ايه، بيفكروا في ايه. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. في ملفات مطروحه وتحديات كبيره جدا، يمكن اهمها المنتخبات ولا سيما المنتخب الاول. عندنا السنه الجايه كاس امم افريقيا 2025، عندنا بقيه تصفيات كاس العالم، عندنا ان شاء الله كاس العالم، عندنا برضو على مستوى المحلي عندنا يعني عايزين مزيد من توثيق العلاقة والتواصل ما بين الأندية واتحاد الكورة. برضو مستقبل الرابطة لغاية دلوقتي بالنسبة لنا غامض، الرابطة الجديدة لم يتم انتخابها، وكان في كلام ان هو مش هيبقى فيه رابطة،
العلاقة ما بين الرابطة والاتحاد والحدود والضوابط في الاختصاصات. وطبعا الملف المهم جدا ملف التحكيم، ان شاء الله يوصلوا قرار فيه كويس باذن الله لصالح الكره المصريه. يعني كان في مشاكل جامده جدا الفتره اللي فاتت، مشاكل في المسابقات، مشاكل في معايير، اعتقد ان المهندس هاني ابو رده عارفها كويس، وهو طالع يعني عنده خبرات كبيره جدا، يعرف يعني ايه معايير ويعني ايه مؤسسات منضبطه. اعتقد ان الفتره اللي جايه هتلاقي شويه حلول، مش حلول كامله لان المشاكل كانت كبيره، انما اللي انا باكد عليه احنا في ظهره وهنعمل له اي حاجه تنجح المنظومه. لازم يبص لكره القدم من منظور اكيد هم حاسينه ان هو يعني انا عايز ايه اكتر من كده، اجماع وتزكيه وخبرات سابقه ومعرفه بكل مشاكل الكره المصريه. ليس امامهم الا ان يعملوا، ليس امامهم الا ان يطبقوا الصح وان هم يعتبروها. أنا رأيي الفرصة الأخيرة لوضع كرة القدم المصرية في المكانة التي تستحقها. إحنا مهتمين جدا بحضور الجمعية العمومية، ويعني دي كانت من الاهتمامات اللي النادي النصر خاصة كان مهتم يحضرها على أساس نزكي قايمة المهندس هاني أبو ريدة، لأن إحنا عندنا أمل فيه كبير قوي، أمل كبير قوي، راجل عقلية دولية منظمة، والمجموعة اللي معاه أنا شايفهم كلهم عندهم من العلم في هذا المجال، هيضيف كتير للكرة المصرية. واللي أتمناه ان هو نظرة لدوري الممتاز به، حطونا في النص دوري المحترفين، يعني لازم يكون فيه جديد، لان دوري المحترفين حجب عننا احنا كممتاز به الصعود للممتاز مباشر. جميع الاعضاء اتكلموا على مشاكل الانديه الشعبيه والجماهيريه، اتكلمنا على ضروره اقامه الجمعيه العموميه الغير عاديه اللي هي بتنادي بتعديل اللائحه بالنسبه للانديه، بيتكلم عن احتياجات الانديه الجماهيريه لدعم اتحاد الكوره في المستقبل، لان ده مستقبل الكوره في مصر، ان الشكل الجماهيري، واحنا عارفين الجمهور ده اول حاجه بنحطها اللي هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للعبه. رغم انها القائمه الوحيده المرشحه وانها وفقا للقانون هي تزكيه، لكن اللائحه بتشترط حضور نسبه معينه، هذه النسبه تجاوزت النهارده 94% من الحضور، وده بيدي رساله، اولا دي وسام على صادمنا جميعا وتاج على الرؤوس، لكن ده بيدي رساله ان الناس يعني على درايه كبيره جدا بمسؤولية القائمة ومسؤولية المجلس الجديد في الذي يتطلع إليها، وده بيحملنا مسؤولية في أن احنا نؤدي الأداء المختلف.